خليني بقى اروح معاك لجزئيه مهمه. من ايام خبر عن النادي الاهلي متعلق بانه الاهلي يتحول لاجراء تحاليل الدي ان ايه للاعبي النادي الاهلي مع نهايه هذا الشهر، وهو امر انا اصلا مهتم بيه، انت عارف القصه ما مجنني الموضوع ده. فاكر اول مداخله خالص، اول بالظبط، اول مداخله خالص بنتكلم مع بعض، وانا استغربت انت كنت عندك معلومه عن الموضوع ده، وانت استغربت انه انت جبت منين معلومه، انت جبت الكلام ده منين؟ ما انا هقول لك بقى، ما انا جبت المعلومه دي منين، لانه انا كنت بقى صديق العزيز البطل المصري بيج رامي صديقي، فكنت في احد المرات بساله بقول له طب يعني موضوع خلصت الموضوع بتاع الاكل ده ايه، يعني ما تجيب من الاخر، ما انت بطل وانت عارف القصه. قال لي هي زي ما انت بتتكلم معايا، انه عايز تعيش حياه سليمه، المطبخ. قلت له المطبخ بقى نظبطه ازاي؟ قال لي تحليل الدي ان ايه يقول لك هتاكل ايه وتعمل ايه، وانت جيناتك تقبل ايه وما تقبلش ايه. حقيقي. وده بيتعمل في كندا. قول لي بقى فين دلوقتي؟ بالظبط كده. فانا ما عرفت ان هو بيتعمل في مصر، وعرفت النادي الاهلي داخل، وكان منتخبنا الوطني عمل موضوع الدي ان ايه قبل كده، بالظبط قبل كاس العالم. احكي لنا القصه ديت، وهل هي تفرق في حياه الناس الرياضيه وغير الرياضيه الى اي مدى، وتحديدا كمان وانت واحنا بنتكلم على الجزئيه اللي علاقه بانه النادي الاهلي يتحول الى هذا الاتجاه. طيب خلينا الاول نعرف ابراهيم يعني ايه الدي ان ايه اناليسيس او الانجين دي ان ايه اناليسيس. تمام. الفكره ان هو تيست، احنا بنتكلم في ليفل تاني خالص من الاسسمنت او التقييم. ان انا النهارده هبدا اعرف جيناتك الوراثيه او الجيناتك ماب بتاعت خريطتك الوراثيه بتنصح حضرتك بايه في جينات معينه من تمثيل الاغذيه في جسمك. هو تحليل بسيط جدا، عينه من الفم، سواب مسحه، بنقدر نجيب منها الحمض النووي بتاع حضرتك ويتحلل في ظرف حوالي 20 يوم. وتبدا منها يطلع لك ماب كبيره بتقترح عليك او بتوضح لك انت جسم حضرتك بيتعامل ازاي مع صفات كتيره، مش الاكل بس يا ابراهيم. احنا بنتكلم على الطعام كدايت اند ميتابوليزم. خلينا ناخد التراك بتاع الرياضيين. حلو. يبقى بنتكلم على الدايت اند ميتابوليزم اللي هو الاكل بتاع حضرتك والمعدلات الحراريه بتاعتك، الفيتامينز اللي انت بتحتاجها، المينرالز اللي بتحتاجها اللي هي الاملاح. ايوه. ايفن سعادتك جيناتك الرياضيه اخبارها ايه؟ فحد يقول لي يعني ايه جيناتك الرياضيه؟ ايوه. يعني سعادتك جيناتيكال، يعني ربنا خلقك ليك سوبريوريتي او ليك تفوق في جزء معين في الرياضه زي ايه العناصر؟ ممكن نتكلم على الانديورنس اللي هو التحمل. ممكن نتكلم على السترينث الباور اللي هو القوه، ممكن نتكلم على البون سترينث قوه العظام، ممكن نتكلم على الماسل فاتيج ضعف او يعني وهن العضلات. ممكن نتكلم على الريكفري. مش ممكن يقول لك ابراهيم انا الريكفري بتاعي او احمال الاستشفاء عندي سريعه، انت مثلا بطيء. الحاجات دي كلها ليها بيزش في جيناتك. ده جزء سبورت. السبيد جين. في جين ممكن يوصل سعادتك او يفهمك شويه انت مرشح اكتر لرياضات السرعه ولا لا، او انت متفوق فيها ولا لا. لينا اقول لكم يا جماعه مفاجاه، ان انا لما عملت ايوه عملت التحليل ده طلع من ضمن فيفربل جدا في السبيد. ابراهيم سريع يا جماعه. ابراهيم سريع يا جماعه، بس هو صغير يا جماعه دلوقتي خلاص، ابراهيم انسان آلي يعني. طيب ده اهميته بيجي للنشء الصغير اللي احنا عايزين نوجههم رياضيا، صح؟ ده الطفره ابراهيم اللي بتكلم فيها بجد. ده الطفره، وده العلم. اذا انا عايز اطلع لعيبه لمنتخبات الوطنيه بشكل كبير، اذا انا عايز افرخ ويبقى عندي ناس متألقين في رياضات الكمال الأجسام، أو ناس متألقة في ألعاب القوة، أو ناس في السباحة، فأنا بعمل التحاليل ديت، ومنها أنا بعرف ده والله يصلح للسرعة، ده أكتر للقوة والتحمل، فأروح للألعاب اللي شبه كده. بالظبط. صح كده اللي أنا بتكلم؟ بص يا احنا معانا الصور لو ممكن الشباب تعرضها اللي ممكن تدينا فكرة. أنا طبعًا أنا اللي بعرضه ده الدي إن إيه أناليسيس بتاعي أنا. ماشي. لأن ده حاجة سبيسيفيك جدًا أو دي برايفت داتا، أنا ما أقدرش أعرض غير الداتا بتاعتي أنا شخصيًا أو بإذن من حد. فاحنا هنا بنتكلم مثلا على 6 عناصر من الجينات. اول حاجه هو تمثيل الكربوهيدرات في جسم الحاله دي اللي هو عبد الرحمن ده، لا فخر يعني. انا مع الاسف طلع تمثيل النشويات في جسمي انا سيء المردود. فتسالني عبد الرحمن يعني ايه سيء المردود؟ يعني انا بدات استخدم النشويات بكميات كبيره، ومن عناصر سريعه الهضم او بترفع سكري بسرعه ابدا اسمن او اتخن، وده اثره مش كويس على حد رياضي او حد بيعاني من سمنه. لكن في عناصر تانية انا ممكن اكون جيد فيها، بس احنا بنتكلم ان احنا لما بنشوف بقى ده ان انت الجين انا بتاعك اطلع منه داتا. انت اخبار جسمك في استيعاب الاكل ايه؟ صحيح. فهنبقى انت بالنسبه لك هنقلل قوي 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 من الكربوهيدرات، ابدا اقلل من النشويات لو انا مش محتاجها لوقت معين. بالظبط كده. في ناس تانية يا ابراهيم كان ممكن تلاقي ان البروتين ما عندها مثلا انفيفربل، يعني مش مقبول جسمه ياخد بروتينات عاليه. واحكي لك حكايه طبيه بحته جدا، ان كان في حد عمل التحليل معانا وكان حد من الريلاتيفز بتوعه عنده كيدني ديزيز، عنده مرض في الكليه. فده يبدا يوضح لك ان ايه ده انا مش قادر امثل البروتين كويس، يعني انا كان ممكن باكله كتير بقالي سنين فضر كليتي انا ما كنتش اعرف.
الراجل ده لو كان عنده المعلومه دي يا ابراهيم ده بيكسر الصفه الوراثيه بالظبط، بيكسرها، بيقول لحضرتك ان انت لو كنت تعرف ان انت ما عندك مشاكل مع البروتين وما كنتش كلته بكميات كبيره كان ممكن ما يزيش كليتك، فكان ممكن ما يحصلش ده كله. انت مدرك احنا يا فين؟ يا الله يا الله. بنتكلم عن الميتابوليزم او الميتابوليك ريت، معدلات حرقي، انا طلعت مع الاسف سلو، في غيري هاي ميتابوليك ريت. زي مين؟ زي ابراهيم فهمي. يا جماعه الراجل ده المفروض يطلع رياضي بس ربنا ما كرموش. والله العظيم يا كمال لو كنت كملت كان موجود كل حاجه. تفصيل برضه المعلومه ايه؟ ان انا اقدر استخدم ان انا اعرف معدلات الميتابوليزم بتاعت جسم حضرتك فابقى قادر اتحكم في برنامج التغذيه. احتياجاتك من الانتي اوكسيدنت، مضادات الاكسده. انا طلعت انترميديت يعني زي العوام. في ناس تانية بتحتاج كثافات من مضادات الاكسده عاليه جدا. تمام؟ يعني لو قلبنا سلايد تاني او قلبنا الصفات الصوره اللي بعديها يا جماعه، طول الصوره هتلاقي اكتر من حاجه. ادي ده جزء الانجوريز مثلا يا ابراهيم. ده جزء دي مهمه قوي للرياضيين، دي مهمه قوي. وتعالى افهمك برضه احنا بنتكلم في ايه. النهارده انا وانت 36 سنه ما نعرف داتا زي دي ممكن ما تبقاش ذات قيمه بالنسبه لنا. برافو عليك. هات ناشئ بقى 10 و12 سنه هو ده هو ويعرف ده. ان هو عرضه اكتر مثلا زي الحاله دي ان هو الميديال كولاترال ليجمنتس بتاعته الانجوري، ان هو عنده عرضه عاليه لاصابات الرباط الداخلي للركبه. شفتوا يا جماعه التخصص؟ بس انتوا شايفين احنا بنتكلم في انهي حته ولا لا؟ او انه عنده احنا عرضه احنا عاليه احنا للصليب الامامي. احنا بنتكلم في الجسم هو عرضه لاي نوع من انواع الاصابات جيناتيكالي. يعني لو انت بتعمله ده لطفل صغير ناشئ عنده 12 13 سنه انت بتقف اقدر احميه يا ابراهيم. بالظبط كده، انت بتقف على انت عايز منه ايه وتوجهه فين وتحميه وتاخد بالك منه. يعني ابدا اوجه يعني كيس زي دي اهتم بالتقويات الاماميه، اهتم بالحاجات اللي تامن ايه ركوبتك. في الاخر الاصابه دي قضاء وقدر. لكن لو انت واخد كل احتياطات الجين بتاعك ان انت عرضه اكتر لده يبقى انت واخد بالاسباب. النهارده افرض انت لا في كيسز تانية كتير ما عندهاش مشاكل. يبقى عارف ان هو يقدر يبقى في امان من موضوع ايه اصاباته في النقطه دي. او تكرار الاصابات في حالات ممكن تكون شايفه ان نسب اصاباتها قليله. كيس بمنتهى البساطه تبص على الدي ان اي بتاعه كل الاصابات عنده نسبها جينيا قليله. في الحقيقه كتيره. ايوه تعرف ان البروجرامز اللي هو شغال بيها غلط. غلط. اما انا المكنه بتاعتي ربنا خالقها سليمه سليمه وزي الفل وتخف بسرعه، اللي يبقى في حاجه كل شهرين انا بصاب. لا، يبقى في حاجه في البروتوكولز اللي حضرتك بتعملها مش متفاعله صح مع الفريم بتاعك. عظيم. يبقى انت لازم تطور منظومه الايه التمرين بتاعتك عشان تقي كده. احمال تمرينك غلط كده، وارد ان انت بتعمل حركات غلط كده، ممكن اوزانك مش صحيحه او كثافات تمرينك مش صحيحه، تفهم منها الوضع. لو جبنا سلايد تاني بعيدا عن الانجوريز مثلا، جزء السبورت او جزء النيوتريشن برضو يا ابراهيم. هتقولنا الصوره اللي بعدها ده جزء الرياضه ابراهيم. وادي هنا السوبريوريتي بتاعت عبد الرحمن اهو. بص انا هغيظك انا بقى اهو. لا الباور والسترينث الاثنين عالي. عظيم. يعني انت النهارده انت في الافريج، انت غلبان. على قد احنا دلوقتي بنقدر نحكم من ده ابراهيم. يعني النهارده لو لقيت زي ما قلت لك حد ناشئ والنهارده هو طلع متفوق مثلا جينيا في رياضه الانديورنس، تمام، ولقيت السبيد جين عنده كمان عالي، يبقى بالمنطق الراجل ده العاب قوه خلاص. بالظبط، ده العاب قوه، العاب قوه خلاص. انت قوي فين؟ وتعالى اقول لك حاجه مهمه قوي ابراهيم، وركز مع الناس او الناس تركز معانا في الكلام ده. في حاجه اسمها الجينوتايب، يعني حضرتك جيناتك بتقول ايه، وفي حاجه اسمها الفينوتايب، تمثيل الصفه الجينيه على سعادتك في الحقيقه. مثل سريع قوي، حضرتك ممكن تكون عينك زرقاء، ماشي، خلفت ولد بس عينه سمراء، ماشي، هو حامل للجين. لكن الصفه ما ظهرتش عليه. عظيم. صح كده؟ ماشي. تعالى افهمك في الكوره. ايوه. احنا عندنا ميسي وعندنا كريستيانو رونالدو. ايوه. عندنا جينات الكره المرعبه في مين؟ في ميسي. من 19 سنه ل 32 سنه هو ايوه بيلعب بالكره زي الجن. ايوه. كريستيانو كل سنه مور ديفلوبد، بيزيد شويه، بيتطور. آه. فانت حتى لو جيناتك مثلا ندي مثل بالسبيد جين، طلع انترميديت زون، يعني انت في سرعتك زي معظم الناس، ماشي، هل انت محصور في الكي في القفص ده؟ لو طورت نفسك رياضيا الجين مش هيتغير، بس الصفه هتتطور، هتبقى اسرع واسرع واسرع. بس عمرك برضو ما هتكون زي مين؟ زي ميسي. اللي هو جيناتيكالي سوبيريور، او اللي هو السبيد جين عنده عالي ايه اصلا عالي. او بقى تلقط منين ان في واحد السبيد جين عنده عالي اشتغل على سرعته يبقى رصاصه. خلاص اوسن بولت. بس بالظبط. خلاص. وهذا بقى حاجات تانية. الماسل فتيج دي حاجات مهمه في التاهيل. اما تعرف ان الماسل فتيج عند حد. طب عايز اسالك سؤال بالعكس. اتفضل يا ابراهيم. هل انا ممكن تبقى الصفه الوراثيه عندي موجوده ايجابيه بس انا اشتغل عليها بالسلب فتتكسر فابقى عرضه مثلا مش لصابة؟ تتكسر، تهان. تهان بالظبط. لا يعني انا بتكلم في حاله مرضيه. اتحول ان انا يجيلي لا قدر الله. اكملك بس السؤال. اتفضل. اتحول لا قدر الله انه تتكسر البصمه، هي اسمها البصمه الوراثيه ولا الصفه الوراثيه؟ الصفه الوراثيه. الصفه الوراثيه تتكسر الصفه الوراثيه فيجيلي لا قدر الله كانسر.
ولا ده مش وارد ولا هي بتمشي ازاي؟ هي مش بتمشي كده. هديك مثل جدا بسيط قوي بجزء التغذيه. ماشي. انت وارد جدا تلاقي حد استجابه جسمه جيده جدا للنشويات والميتابوليزم بتاعته او معدلات حرقه عاليه، ماشي، وتلاقيه تخين. ايه بقى سوء استخدام؟ انت بص يا ابراهيم، احنا جسمنا خد بالك انت بتجاوب في حته مصر كلها بتسال عنها، بتسال عنها. واحد يقول لك انا مثل، واحد يقول لك انا ما باكلش وبتخن وبزيد او بشم الاكل اتخن. صح. واحد باكل وجبه في اليوم وبتخن، واحد صاحبه هاري اكل وبيتخن وما بيتخنش. هقول لك حاجه يا ابراهيم، ومثل احنا بنقابله في الشباب. تلاقي الولد من دول وهو صغير يقول لك يا باشا انا كنت باكل اي حاجه وعمري ما اتخن، وصلت الثلاثينات او حاجه، او مثلا يقول لك مثلا اتجوزت بدات اكل، واول ما باكل ايه بزيد. تضرب معايا ومش قادر الماء زي زمان. ايوه. تعالى يا ابراهيم هات سوبر كار، عربيه بدون اسامي. ماشي. سوبر كار. وهات عربيه كويس. انا مبسوط اقتصادية. منك، انا مبسوط منك حبيبي. ليه؟ لان انت عارف اسس الظهور الاعلامي. انا معاك يا فندم. فرحت مدي واحده سوبر كار ما قلتش اسم العربيه. انا مبسوط منك حبيبي يا ابراهيم. فهات سوبر كار وهات عربيه عاديه جدا. ماشي. حط في العربيه العاديه دي 95 صيانه كل 10000 كيلو، سواقه محترمه وبهدوء جدا. هات السوبر كار حط فيها ديزل، امشي بيها عمال تخبط، ومين اللي هيستحملك اكتر؟ خلاص كل سنه. مين اللي هيستحملك اكتر؟ دي. رغم ان هي مش السوبر كار. صحيح. انت بتطلب من جسمك ان انت ما احترمتوش وانت صغير، كان عظيم، كان عالمي، بيحرق كويس وبيتعامل كويس والكيمياء كويسه بقى لها سنين، استهلكته. بقالك 13 غلط. او 15 سنه عملت تهين فيه كيميائيا، وطالب منه يشيلك وانت 30 سنه. انسى والله. جسم حضرتك. لا استنى بس، انسى دي محبطه قوي. انسى لو استمريت. ما ايه كده، انا معاك. خلص لناش على الناس كلها ده 30 لا سنه. لا خالص والله. لا ارجوك. بص يا ابراهيم، كل السيستمز. خلوا بالكم يا جماعه، انسى نص نو يعني انسى. بمعنى ايه انسى؟ يعني بتبتدي تشتغل دلوقتي، مش انسى يعني تنتحر. لا انسى يعني تظبط. انا قلت لك تاني، كل الكيمياء بتاعت جسمنا والانزيمز والهرمونز والمعادلات اللي فيه قابله للتعديل لو بدات انت تريجريس تاني او ترجع لعادات التغذيه السليمه. يعني برضو لو دورنا في سلايدز تاني. يلا. في حاجه اسمها الاديبونكتين مثلا ليفل يا ابراهيم. يمكن هنا ده السولت والكافيين، دي هتكلم فيها معاك. بس قبلها الاديبونكتين ده. الاديبونكتين ده هرمون بيطلع من الخلايا الدهنيه، وبيريبريزنت او بيوضح قابليه جسم حضرتك انك تحرق الدهون او تعملها اكسديشن، اكسده. كل ما الهرمون ده يزيد اكسده جسمك للدهون تزيد. ماشي. وتحرق اكتر. الكلام ده بيزيد امتى؟ امتى تلعب رياضه، تاكل دايت مظبوط، دهونك ما تبقاش كتير، تتبع نظم تغذويه وشرب ميه كويسه. فنقدر اعمل ريسيتنج للسوفت وير. يعني لو جالي كيس زي ما انا بقول لك مثلا كان بقاله فتره بيهين المكنه اللي انا بحكي لك عليها دي. ده بيحصل بالنسبه للاعيبه كوره؟ اي حد، اي حد، اي حد هيسيء استخدام جسمه. ما تسالش عن النتائج لو انت مش لوجيك. والله يعني ما اجيش مثلا اتكلم معاك ان انا حاجه زي الكافيين جين. تمام. وده بقابله كتير جدا في الرياضه، والمعلومه دي صدقني هتوزها لما تسمعها. يلا. كل الناس في الرياضه بتستخدم الكافيين كمنبه. انت نفسك لما بتروح الجيم بتلاقي معلومه ايه؟ قبل الجيم اعمل ايه؟ شويه قهوه علشان اسبريسو وكافيين وبري ورك اوت. او يعني محفز ما قبل الرياضه. أيوه. تمام. تمام. تخيل بقى ان الكافيين ده طلع ليه ريتس او معدلات للاستهلاك. يعني ايه؟ ما ينفعش انت تبقى زي عبد الرحمن ده سلو كافيين ميتابولايزر، يعني بتكسر الكافيين ببطء. فتقوم واخده قبل الايفنت بربع ساعه. حبيبي طب ما عبال ما يشتغل هيكون فات ساعه ونص. طب ده بالنسبه للاعيبه الكوره. بيتم بيتم بيتم. يبقى انا لازم اخد بالي لو انا عندي لعيب. الكافيين في جسمه بتكسر ببطء. اديله الكافيين ايه؟ بدري قبل الماتش شويه. ساعه ونص. ساعه ونص. لكن في واحد تاني فاست ميتابولايزر بيكسره بسرعه. زي مين؟ زي ابراهيم. زي ابراهيم. ياخده قبل الايفنت ايه؟ ربع ساعه تلت ساعه. بس خد بالك ده فسر لي انا كمان حاجه. انا عشت معاك حاجات كتيره اما فسرنا الدنيا معاك. لا لا انا بشرب القهوه وانام حقيقي. يا جماعه والله العظيم ثلاثه، انا طول عمري بعمل كده والناس بتستغرب حواليا، بشرب القهوه وانام. فده اداني انا فهمت بقى ده ليه انا في الهاي يا جماعه في موضوع الكافيين. هو بيحرقه بسرعه، بيكسره بسرعه. تمام. فانا بقول لك احنا بقينا عندنا ابراهيم تول ان انا اقدر افيد شباب، اقدر افيد الناس. وعلى فكره ابراهيم موضوع مش رياضيين بس. عشان برضو في ناس معتقده ان الكلام ده سبيسيفيك للرياضيين. انت الجيناتيك مابز انت تقدر تختار منها انا عايز تعمل ايه. بص يا فندم انا عايز جزء الدايت بس تحت امرك، انا عايز جزء الدايت والسبورت عشان اثليت او انا رياضي تحت امرك. في جزء بيوتي للسيدات يمكن احنا ما بنتكلمش عليها عشان احنا رجاله. انما في جزء في الجينز عن الشعر والضوافر والسكين لاكسيتي يعني نضاره الجلد والرموش والحواجب. وبينصح السيدات تعمل ايه من اجل ان هي تستمر في ان الجلد تبقى كويسه.